اهلا وسهلا اصدقائي في كل مكان واحباء برنامج وقناه المكتبه مع كمال الرياحي، احييكم اليوم ونشارككم بعض العناوين التي وصلتني هذا الاسبوع. هذه العناوين التي ساقدمها اليوم متعلقه اساسا بفن ما يعرف بالفن التاسع. الفن التاسع ليس السينما، ليس المسرح، ليس الفن التشكيلي، هو فن الكوميكس. في الرواية المصورة العربية وصلني منذ أسبوعين كتاب حدث كنت أشرت إليه منذ مدة، وهو اللص والكلاب لنجيب محفوظ، الكاتب العربي المصري الكبير صاحب جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ. نجيب محفوظ في أول تجربة مع الكوميكس، تحويل أعماله واقتباسها إلى الروايات المصورة مع دار المحروسة ودار ديوان المتحصلة على حقوقه، وكما ترون تحولت الرواية إلى رواية مصورة. سنعود إليها بالحديث عن هذا الفن وهذه التجربة في قادم الحلقات. ليست اللص والكلاب فقط من الروايات العربية التي تحولت إلى روايات مصورة، إنما هناك أعمال أخرى تصلني من المملكة العربية السعودية عن هيئة الأدب والنشر والترجمة، رواية لنجيب محفوظ السعودية الروائي العربي الكبير غازي القصيبي المعروف بروايته العظيمة شقة الحرية، لكن هذه الرواية بعنوان الجنية، وهي رواية صادرة منذ سنوات تحولت الآن إلى الكوميكس أو رواية مصورة بالألوان كما ترون في هذا الحجم الكبير، في إطار دعم الأجناس الأدبية وتشجيعها من هيئة الأدب بالمملكة العربية السعودية. وهذه باكورة أعمال متعلقة بالرواية المصورة. سنعود أيضا لهذه التجربة بعد مدة في برنامج المكتبة. من عالم الرواية العالمية، هذه الرواية التعليمية التي عرفناها منذ سنوات لجوستيان جاردر، عالم صوفي عن دار المنى، هذه الدار التي نشرت الرواية في ترجمتها العربية، والآن تغامر بتقديم هذه النسخة المصورة من هذه الرواية الرائعة جدا. هذه الرواية أقول رواية تعليمية يمكن للشباب التعرف عن عوالم الفلسفة أو تكون مدخل إلى عالم الفلسفة من خلال هذه الرواية. رواية مصورة تتوغل بنا في عوالم أفلاطون وغيره من الفلاسفة. الحدث الآن والرواية التي انتظرتها منذ مدة قصيرة لأنها صادرة حديثا، هي رواية فرانكشتاين أبغداد لأحمد سعداوي. هذه النسخة المصورة الفرنسية لفرانكشتاين في
في بغداد التي تحصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية منذ سنوات، وفي هذه المغامرة الجديدة لهذه الرواية في عالم الكوميكس أو عالم الرواية المصورة. أقول تخوض مغامرة جديدة لأن هذه الرواية العربية التي كتبها واحد من جيلي الذي اعتز بصداقته صديقي أحمد السعداوي، هي الرواية ربما أقول حتى نتثبت في الأمر، هي الرواية العربية الأكثر ترجمة في العالم. تقريبا وصلت إلى 50 ترجمة أو ربما أكثر الآن. إذن سنعود إلى رواية فرانكشتاين في بغداد في نسختها الفرنسية، وهذا هو الحدث في الحقيقة. هذه الروايات التي تحدثت عنها العربية إن كان نجيب محفوظ أو غازي القصيبي نقلت إلى العربية في نسخ مصورة من رسامين عرب ودور نشر عربية. هذه الرواية العربية تصدر في فرنسا بأيادي فنانين فرنسيين، إن كان في كتابة السيناريو أو في الرسم أو في التلوين. ثلاث فنانين اشتركوا في إنتاج هذا العمل ليظهر في دار نشر فرنسية أيضا. سنعود لهذه الرواية قريبا ونتحدث عنها. الطريف أيضا وصلني كتاب عجيب وغريب، في كلنا نحب وأحببنا وقرأنا ربما جميعا رواية الغريب لألبير كامي، لترانجي بالفرنسية. هذه لترانجي بالفرنسية ولكن في نسخة مصورة، لكنها ليست النسخة المصورة التي ظهرت في فرنسا منذ مدة، هذه ظهرت في بلجيكا وفي فرنسا ولكن في نسخة فن المانجا الياباني وليس في البون ديسيني أو يعني الفن الكوميكس الفرنسي والغربي، إنما في نسخة يابانية ولكنها مكتوبة أيضا السيناريو مكتوب بالفرنسية. إذن هذه التجربة كيف تتنقل الأعمال الأدبية من ثقافة إلى ثقافة أخرى، وهذا في نسخة المانجا اليابانية. هذا الكتاب بعنوان 9R أونتولوجي، إذن هو أونتولوجيا للفن التاسع. الفن التاسع هو فن الكوميكس وفن البون ديسيني وعالم الروايات المصورة بأشكاله المختلفة. هذه أنتولوجيا مهمة جدا، تعريف بهذه الأعمال، أشهر هذه الأعمال والشخصيات التي قدمت. من أوكرانيا أيضا الكراسات الأوكرانية، جورنال دون انفيزيون، و هنا ندخل إلى عالم فن اليوميات عبر الكوميكس. سنعود إلى فن اليوميات وكيف استفاد من أيضا هو الآخر من عالم الكوميكس. هذه تجربة يوميات أوكرانية من فلسطين أيضا، أمور سكس أي تير بروميز. هذا الكتاب أيضا يتحدث عن الحياة الجنسية والحب في الأراضي المحتلة في فلسطين وفي غزة وفي أماكن مختلفة، وكيف هذا كتاب بالفرنسية أيضا صدر. سنحاول أن نتعرف عليه ونرى كيف قدموا هذه العلاقة وكيف توغلوا في اللانتين في الحميمي الفلسطيني. هذا أيضا كتاب لار انفيزيبل، يتحدث عن فن الكوميك والكوميكس وبي أيضا بالكوميكس في التنظير. لار انفيزيبل الفن الخفي
أو الفن غير المرئي. فهذا هو طبعا بون ديسيني، وحديث عن هذا الفن بنفس الحامل ونفس الفن وهو الكوميكس. انتظرونا في المكتبة، شاركوا في قناة المكتبة، وشاركوا أيضا الفيديوهات وهذه العناوين للتعرف عليها واكتشافها ومتابعة جديد المكتبة. وهذا كمال الرياحي، صديقكم من تورونتو، يحييكم ويضرب لكم موعدا قريبا مع كل كتاب من هذه الكتب للحديث عن تجربة الكوميكس. إلى اللقاء.